السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد بنته كنزي مواليد 2017، يعني المفروض دلوقتي عندها 3 سنين. بسم الله ما شاء الله، تشوفها عروسة بإذن الله. فعامل فيديو يعني ايه باللحظات من ايام ما كانت مراته حامل، وهو بيطبطب او بيسمع البنت من على بيت فاهم انت لما بتشوف في الافلام كده، ايه واحدة حامل فالراجل جوزها يجي يحط ودنه يقول له عامل ايه يا ولا وكده. فهو كده مصور كده، ومصور بعد ما الولادة، ومصور فيديو حلو كده كام دقيقة رائع جدا، يعني ايه مؤثر للناس اللي عاشوا اللحظة. لكن انا للأسف ما يعني ربنا يرزقني يعني اتجوز واخلف واعيش اللحظة دي، فانا ما حسيتهاش يعني. بس في ناس اكيد حست. ايه روح شوف الفيديو. سلام.